أغليت مقارنة بالشهري، حتى احنا ديما ننتقدوا المطالب في القطاعات الكل متاع زيادة في الشهرية، ما كونكريتمون كي تشوف الشهري متاع التوانسة و الكود في، معناها القدرة الشرائية حاجة بعيدة على بعضها برشا برشا برشا. في 2008 يظهر لي جات عملوا دراسة إنجليزية، حتى يظهر لي قبل يقولوا أنه اللي يخلص 800 دينار في تونس في 2016، سامحني 2008 دي. في 2016 اللي يخلص 800 دينار في تونس يعتبر فقير، وقت اللي تعرف انه السميك في تونس قد 430 دينار، دونك تفهم ياسر الارقام الموجوده تو. دونك تعدينا من الطبقه الفقيره للطبقه المتوسطه اللي دخلت كما قلت انت في الخصاصه جوستومون. حاتم باش نبدا منه في ملي كمل مراد، هذا اللي ايش يبين 15% نسبه الفقر في فرنسا تقريبا اللي جا شعر راس المال في العالم، ومزيد تكديس الثروة عن بعض الأفراد فقط، معناتها في الأزمات في العالم الكل الغني يزداد غناء والفقير يزداد فقر وبؤس. تسمى اقتصاد حرب هذا. هذا هي الرأسمالية، هي مشكلة الرأسمالية وين وعلاش تو فما حروب، لأنه الرأسمالية تلقى في حلول داخلها باش تزيد تستمر. الرأسمالية لأنها في مشكلة، لأنها ما تنجمش العالم يستمر هكا. هو مكثر منه الترا ليبراليزم، خاطر تعرف راس ماليه راهي راس ماليه اللي هي جابت لنا الكونفور، راس ماليه هي اللي جابت لنا الفاكسان تاع الانسانيه الكوفيد. مش راس ماليه، راس ماليه خاطر لي لابوراتوار يعني كما حطوش فلوس في اللي يناقش. لا راس ماليه جابت لنا. شكون شراهم لي فاكسان؟ شراهم الدول يرحم والديك. بيان سور انا كي نعرف واني عندي باش نبيع ما بين 10 و 20 مليار دوزة. بيان سور نصر تحب تشوف الارقام تاع فايزر معناها نتاع بيونتيك، لا معناها نوضح نسبوا شويه فكره انه راس ماليه جبت لنا الخير الكل. لا مش اما راس ماليه خير من راس ماليه متطرفه، خير من الشيوعيه المتطرفه. معناها خاطر ريت راس ماليه هذايا معناها تدخل انت كما جاش فما ان انتيري يا با دو كونفور، ما فماش التطور الميديسين توا لا تيلي ميديسين واللي جريف معناها اللي قاعدين يعملوا في اللي جريف الفقر زاد يا حاتم. اي معناها كالكوبار كالكوبار. باش نرجعوا للتصريح حاتم وزير الشؤون الاجتماعيه الخصاصه، لانه تقريبا كل من يتعامل مع المؤسسات العموميه من تعليم عمومي من صحه عموميه تخلي في مرحله الخصاصه. داكو. لانه الخصاصه وتجي بعده الفقر وبعد الفقر المدقع. لانه حتى الموظف في ذل في تونس التمييز الغير ايجابي بين الجهات. معناتها تجي اريف القصرين، اريف سيدي بوزيد، اريف المناطق الداخليه. لا خلاص نسى والرجال والفلاحه. الناس القاسي، البطاله اللي عمت معناتها تمشي تلقى رجال كل في القهوه ونسى في الفلاحه وقداش يخلصوا 15 ب 20 دينار ويخدموا على عائله عندهم صغيره تقرا. معناتها لهنا الدولة سي بيان اللي الدولة التونسية عملت تصور ومجهودات باش تحمي العائلات هذية وتوفر لهم العيش الكريم والعيش اللائق.